خليني ابدا مع حضراتكم. طبعا صبري، مباراه الاهلي والترجي هي الحدث الاهم خلال هذه صحيح. الفتره، الكل او مش الكل، بعض من لا يشجع النادي الاهلي بيروح دائما لسكه ان الاهلي محظوظ، الاهلي بيلعب فرق ضعيفه، الاهلي بيلعب فرق قليله في المستوى، الاهلي بيلعب فرق عندها مشاكل، الاهلي اطهر الطاهر هو اللي صعده درجه كتر خيره اللي بعد كده او الدور اللي بعد كده، من غير ما يضع ان كره القدم فيها كل صحيح. الكلام اللي بيتقال ده. يعني محظوظين الحمد لله، يعني دي حاجه كويسه. التوفيق دايما بيكون مع المجتهد. احنا فرقه دايما بتسعى ودايما مش شايفين قدامنا غير المركز الاول والبطوله، فطبيعي ان انت حتى في لحظات معينه تحتاج فيها ان التوفيق يكون معاك، ده بيحصل والتوفيق بيكون حليفك لانك اصلا مجتهد. فلو احنا محظوظين او موفقين فالحمد لله، ربنا يديمها نعمه يعني. يا رب رضا المحظوظين موفقين على طول. بالظبط يعني ربنا يديمها نعمه. صحيح. اطهر الطاهر ضيع ضربه جزاء، اوكي يعني بيحصل في الكوره، وارد جدا. انت استغليت الفرصه، شايف حضرتك في المقدمه بتقول ما محمد هاني ضيع في ماتش يعني اللي هيرد اللي هيقول يعني كده، ما انا مش بقول له يعني كوره يرد عليا يقول لي اصل ايه، اقول له طب اصل الفرصه بتاعت فلان اللي عملها يعني. طب ليه مش حارس صن داونز صدها؟ يعني ليه ما بنشكرش حارس صن داونز اللي احنا ناسينه ليه؟ حارس جامد جدا. فيعني الكلام يعني زي ما حضرتك بتقول، احنا بنحاول نفطس يعني بنحاول نفطس الاهلي عشان الاهلي ناجح وبيتقدم ومستقر. الحقيقه كلام مش منطقي جدا خالص. يعني الاهلي بيلعب كره ممتازه، لو الفرق اللي قدامه فرق ضعيفه فده عشان الاهلي بيبان الحقيقه ان هو قوي. الترجي فريق عظيم وكبير ومنافس تاريخي لينا في افريقيا بغض النظر عن حالته دلوقتي، والتاريخ بعد كام سنه عمره ما هيجي يقول ان الترجي كان غايب عنه لعيبه او مش عارف مين. مفيش الكلام ده. يعني احنا خسرنا من الترجي في نهائي افريقيا قبل كده، هل حد يفتكر ويرجع يقول هل حد ينفع يقول دلوقتي ان الاهلي وقتها كان في عصر المحلال مثلا؟ محدش بيقول يعني دلوقتي ان هو هدف بعيد ان رامو. مفيش كلام ده. 2010 2010 بالظبط. ده واضح، ده دي حاجه الكره اتلعبت وواحد حطها كده، هي النتيجه يعني. طب في الاخر الترجي كسب او الاهلي كسب، يعني التاريخ مش هيذكر غير النتيجه. احنا عملنا مباراه كبيره وحققنا نتيجه كبيره وحققنا يعني بالنتيجه دي الحقيقه ارقام مهمه جدا وتاريخيه، فنستحق ان احنا نكون مبسوطين، ما نحتفلش لان لسه في عوده طبعا. فانا يعني لسه الاهلي ما صعدش، ممكن نقول وضع قدما ونصف، انما لسه ما وضعش القدمين في الفاينل، يعني لسه في 90 دقيقه وكل شيء وارد في الكوره. علينا ان احنا نحترم الترجي لانه فريق يستحق الاحترام ولان الكوره ملهاش كبير. ايمن مش كابتن اسلام، احنا برضو في ماتش احد المباريات القمه السنه اللي فاتت كسبناها 2-1، وكان برضو الفريق عندنا ناقص بتاع 12 لعيب وطلع قال لك لا انتوا ما كنتوش ناقصين، فين ناقصين فين ومش ناقصين يعني. فمثلا هي دي النقطه كابتن اسلام، لو هنقعد نقول لو يعني لو في لو كتير يعني لو تفتح عمل الشيطان حرف شعلقه في الجو تفتح عمل الشيطان بالظبط يعني. صحيح. النادي الاهلي زي ما صبري كده بيقول النادي الاهلي قوي، النهارده لما المنافس اللي قدامك ايا كان اسمه، طبعا فريق ترجي فريق كبير وفريق محترم، لو هو حالته غير جيده فانت استغليت هذه الحاله على ارضه، وده الطبيعي يعني النهارده. وكمان انت مش بتستغل، لا انت بتستغل الحاله بطريقه لعب زي ما قلنا كده. احنا الاهلي انا شبهت الماتش ان احنا كسبنا على الهادي، يعني لعبنا كده ماتش بمزاج على الهادي، استغلنا فيه كل نقاط الضعف اللي وقع فيها نادي الترجي، بالاضافه ان لما هم حاولوا ان هم يهاجموك كنت انت كمان متماسك دفاعيا واقف على رجلك، ما انجرتش معاهم لاي حاجه. يعني شفنا يعني بعض الفاولات، كان في فاولات عنيفه شويه مثلا ضد لعيبه الاهلي، انت ما استفزتش، كنت هادي جدا في الملعب، رحت باكتر من فرصه، طبقت اكتر من فلسفه. حاله الترجي سيئه يعني، ده وارد في الكوره، احنا في اكتر من مباراه لعبناها سواء السنه اللي فاتت او اللي قبلها. حضرتك في المقدمه كنت بتتكلم عن ضغط المباريات، مباريات كتيره لعبناها ناقصين. في الاخر المنافس بيستغل ان انت كنادي اهلي ناقص، يعني انت يبقى عندك نقص عددي والمنافس يستغله، دي مش شطاره منه؟ ده بالعكس، انت لو ما استغلتش ظروف الفرقه اللي قدامك السيئه. لا ادعي الاطهر الطاهر يا عم. ندعي له مفيش مشكله. يعني صحيح على راي صبري، طب ليه ما ندعيش لحارس مرمى اسمه ايه؟ يمكن عشان الاطهر الطاهر اسمه اسهل. اسهل. لا هو حارس صن داونز هو تصدى برضه ركله الجزاء تقريبا بتاعت هاني. انا كنت يعني هو في الاخر هي دي الكوره وظروفها. احنا تعادلنا 2-2 مع صن داونز، كان ممكن زي ما حضرتك قلت نخرج كسبانين 3-1.
المباراه دي ما نحتاجش. ليه ما حدش بيقول ان محمد الشناوي تصدى ركله جزاء اصلا في ماتش الهلال السوداني الاولاني؟ نشكر المهاجم البرازيلي بتاع الهلال اللي ضيع الكره. لا النهارده محمد الشناوي صد ركله جزاء. هذه هي كره القدم. كره القدم فيها كل حاجه كده. فيها كل السيناريوهات. قابلنا مره مع النجم الساحلي 2007 وهناك 0-0 ناس كلها احتفلت وعملت وبتاع. جينا اتغلبنا هنا. جيل اللي هو صحيح. يعني خد كل حاجه وعمل كل حاجه هل حد هيفتكر ان الماتش ده كان لينا ركلتين جزاء؟ لا ولا حد هيفتكر ان الكابتن عادل النحاس احنا بس لكن التاريخ بالظبط. لكن التاريخ ذكر ان النجم الساحلي خد بطوله من الاهلي في القاهره صحيح. وان الاهلي لم يفز بثلاث بطولات متتاليه. هو صحيح. ده التاريخ اللي ده اللي بيذكر. فاحنا النهارده بنتكلم عن يعني زي ما صبري قال في ارقام قياسيه اتحققت في شغل فني موجود. اللعيبه مرتاحه وهي بتلعب. علينا ان احنا نحتفل بمباراه وننتظر يوم الجمعة زي ما حضرتك قلت كده نلعب ونركز وبهدوء عشان خاطر نتأهل. لأن لما هنتأهل نتكلم في المرة الرابعة على التوالي نتأهل النهائي. هتبقى حصلت مرتين في تاريخ النادي الأهلي. حضرتك حضرت مرة منهم ودي مرة ما فيش حد في أفريقيا عمل يعني الإنجاز ده. يعني خلينا بس ننتظر يعني لمباراة الترجي. يعني قصدي إيه؟ قصدي إن النهاردة أنت عندك دوافع وحافز تخليك إن أنت عايز توصل النهائي. هنشكر أطهر الطاهر وهنشكر لاعبتنا وهنشكر كور مصر كولر وهنشكر جمهور النادي الاهلي وهنشكر حضراتهم اللي هم بيقولوا كده. بالظبط مفيش مشكله. هم انتوا بتدونا دافع يا أطهر. شكرا يا أطهر يا طاهر. احنا ايوه يا عم احنا محظوظين. كلام ايمن كولر محظوظ. ايوه يا سيدي كولر محظوظ. كلام ايمن كمان يخلينا احنا ليه ما بنبصش لنفسنا؟ يعني ليه ما بنبصش ان الاهلي قوي؟ يعني الترجي كان هنفترض ان الترجي كان سيء. ما انت كان ممكن تبقى اسوء وما تحققش النتيجه. انت حققت نتيجه كويسه لان انت قوي بغض النظر عن المنافس بتاعك عامل ازاي. انت لعبت صح، عملت كل حاجه صح في الملعب، حاله لعيبتك كويسه جدا، لعيبه كلها واقفه على رجليها بتنفذ تعليمات المدرب، فقدرت ان انت تحقق نتيجه ممتازه. ليه ما نبصش على الناحيه دي؟ ليه باصين ان الترجي كان سيء؟ هو طب هو الترجي كان قبل كده سيء؟ يعني احنا في 6 مرات بنفوز فيهم على الترجي في رادس، ال5 مرات اللي قبل كده كان الترجي سيء؟ مش ممكن. يعني فاحنا نبص على ادائنا احنا عامل ازاي. الاهلي قدم مباراه كبيره تستحق الاشاده الحقيقه. انا ما بقولش نحتفل لسه، نحتفل ان شاء الله بعد المباراه بتاعه الجمعه الجايه، لكن في اشاده واجبه باللي حصل في رادس يوم الجمعه اللي فاتت. الاهلي عمل مباراه هايله جدا فنيا وتكتيكيا وعلى كل الاصعده، كانت مباراه الحقيقه ممتازه يعني.